نتطرق اليوم إلى درس الهمزة المتطرفة. إذا كما نعرف اللغة العربية على أن الهمزة هذا هو الرسم ديالها اللغة العربية، ترسم هكذا، هذه الهمزة. والهمزة إما تكون كما قلنا في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. من طبيعة الحال كتابتها، كتابة الهمزة، إما تكون على حرف، إما ترسم على حرف الياء، الياء غير منقوطة، يعني الياء بدون نقاط، أو الواو، ثم الألف، ثم السطر. هذه هي حالات كتابة الهمزة سواء في الأفعال أو في الأسماء. إذا اليوم كما قلنا سنتعرف على أحوال كتابة الهمزة المتطرفة، وأول شيء سنقوم به هو أننا نقرأ هذه الأمثلة الأربعة التي بين أمامنا. إذا المثال الأول نقرأه مع التلميذة. جلست على شاطئ البحر. المثال الثاني التباطؤ في العمل يملأ النفس ملالا. يملأ النفس ملالا. ثم عندنا إن السادة يملأ حياته رعبا لينير عقول غيره. لينير عقول غيره. العين جزء غير المدين. نعم. إذا سنلاحظ طبعا سنحدد الكلمات التي كتبت عليها الهمزة. إذا المثال الأول نمشيو مع الإبنة نصيبة. لست على شاطئ البحر. إذا نحدد الكلمة التي كتبت عليها الهمزة وهي شاطئ. إذا هذه الكلمة بها همزة. المثال الثاني التباطؤ في العمل. نعم. الكلمة التي كتبت عليها الهمزة التباطؤ. نعم. الأستاذ يملأ إن حياته تعبا. إن هي الكلمة التي عليها همزة يملأ. ثم ماذا؟ العين جزء غال لدينا. الكلمة التي كتبت عليها الهمزة هي جزء. إذن الهمزة المتطرفة تكتب على الحرف الذي يناسب الحركة التي قبلها. الهمزة المتطرفة تكتب على الحرف الذي يناسب الهمزة الذي يناسب الحركة التي قبلها. بطبيعة الحال المثال الأول، إذا دائما إذا أردنا أن نعرف أحوال كتابة الهمزة في آخر الكلمة، الهمزة المتطرفة كما نعلم هي الهمزة التي تكون في آخر الكلمة. لاحظ أن الهمزة، نلاحظ جيدا أن الهمزة هنا كتبت في آخر الكلمة. نعم. قلنا على أن الهمزة تكتب على الحرف الذي يناسب الحركة التي قبلها. سنحدد هنا كلمة شاطئ. عندنا الهمزة في آخر الكلمة. ما هو الحركة التي تسبقها؟ ما هي الحركة التي سبقتها؟ وهي الكسرة. إذن الهمزة في آخر الكلمة إذا كانت قبلها كسرة تكتب على ماذا؟ تكتب على الياء غير المنقوطة. ما معنى الياء غير المنقوطة؟ يعني أنها ياء ولكن ليس تحتها نقطة، تحتها نقط، ليس تحتها نقط. نسميها في اللغة العربية الياء غير المنقوطة. الهمزة المتطرفة تكتب على، إذا كانت قبلها كسرة تكتب على الألف، على الياء عفوا غير المنقوطة. بالنسبة للمثال الثاني، إذن عندنا الهمزة أيضا متطرفة في كلمة التباطؤ. إذن في كلمة التباطؤ عندنا الهمزة متطرفة. الهمزة هنا ما هو حركة الحرف الذي يسبقها؟ حركة هذا الحرف ما هي حركته؟ حركة الضمة. هي الضمة. هي الضمة. إذن نقول التباطؤ. إذن الهمزة المتطرفة إذا سبقتها ضمة فإنها كتبت على ماذا؟ كتبت على
الواو. نعم، اذا الهمزه المتطرفه اذا سبقتها ضمه تكتب على الواو. نشوف المثال الثاني، الثالث عفوا. ان الاستاذ يملا، اذا الهمزه هنا متطرفه، حركه الحرف الذي سبقها ما هي؟ حركه اللام هنا فتحه، حركه اللام وهي فتحه. اذا كتبت على ماذا؟ الالف. كتبت على الالف. نعم. الكلمه الاخيره، الجمله الاخيره، الكلمه الاخيره، ان كلمه جزء، الهمزه متطرفه هنا، سبق حركه الحرف الذي قبلها وهي السكون، هو السكون. ونشير، نود ان نشير هنا على ان السكون هو علامه وليست حركه، هو علامه وليس حركه. طبيعة الحال الهمزة إذا سبقها سكون حي أو ميت، السكون الحي هو السكون بذاته، والسكون الميت يكون فوق حروف المد وهي الواو والألف والياء. إذا كانت هناك كلمة هذه همزة متطرفة وسبقها سكون فهي تكتب على السطر. إذا هنا تعرفنا على أن الهمزة المتطرفة تكتب على الحرف، على الحرف الذي يناسب الحركة التي تسبقه. إذا فالياء غير منقوطة تناسبها الكسرة، تناسبها الياء غير منقوطة، الضمة تناسبها الواو، الفتحة يناسبها ألف، والسكون تناسبه السطر. وهنا كما قلنا لابد أن نعطي بعض الأمثلة، على كتابة الهمزة. مثلا نشوف الهمزة المكتوبة على المثال الأول، الهمزة المكتوبة على الياء غير منقوطة. مثلا مبتدئ، نعطيكم بعض الأمثلة، مبتدئ مثلا، لاجئ، ينشئ، مختبئ، ثم عندنا مثلا ملاجئ، مخطئ، ناشئ. إذا هناك عدة كلمات تكتب فيها الهمزة على الياء غير منقوطة إذا سبقتها كسرة. المثال الثاني، إذا عندما تكون الهمزة متطرفة على الواو، هناك أيضا بعض الأمثلة، مثلا بؤؤ، تكافؤ، امرؤ، تهيؤ، يجرؤ، عدة كلمات تكتب فيها الهمزة متطرفة على الواو. إذا أتينا إلى مثال الثالث وهو الألف، تكتب الهمزة على الألف متطرفة على الألف إذا كان قبلها فتحة. مثلا ملجأ، صدأ، نشأ، يهدأ، مثلا يجرؤ، مثلا عفوا اقرأ، مثلا هناك عدة أمثلة. بالنسبة للهمزة المتطرفة كما قلنا تكتب على السطر إذا كان قبلها سكون حي أو سكون ميت. مثلا وضوء، لماذا سنكتب الهمزة هنا؟ وضوء على لا، لا نكتب على الواو، على السطر. لماذا؟ لأن قبلها سكون ميت، قبلها واحد حرف ديال المد. مثلا ناخذ وضوء، نعطيو مثلا مثال كلمة وضوء. إذا الهمزة هنا على ماذا كتبت؟ كتبت على السطر. لماذا؟ لأن قبلها حرف مد وهو الواو. نكتبو باللغة العربية سكون ميت. مثلا سوء، كلمة سوء نشي على السطر. هدوء على السطر. بدء، بدء على السطر أيضا. كفء. إذا هناك أمثلة كثيرة. سماء، دفء، هناك عدة أمثلة تكتب فيها. إذا نتمنى أصدقائي وأعزائي الكرام أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس اللي هو الهمزة المتطرفة، وشكرا.